حييكم. طبعا هاي الأكاديمية الأولى بالمنطقة، أنا كحكم عم تابع الملاعب وبروح ملاعب، كملعب ما شاء الله عليه يعني من أرقى الملاعب اللي صايرة بالمناطق المحررة، وطبعا هاي بتنشد ما تفضلوا شوفوا الجمهور والكبير والصغير كله عم يجي لهون الملعب مشان ينسى الحرب وينسى القهر وينسى الدمار وينسى الظلم اللي عايشينه. الحمد لله رب العالمين صار في عنا ملاعب، والهدف منها تطوير الثقافة الرياضية، النهوض بثقافة اللاعبين، يعني في عنا لاعبين كثير ممتازين بس عنا منطقة الثقافة للأسف يعني. وإن شاء الله الملاعب السداسية أو الملاعب الأكبر يعني بتنمي هاي المواهب اللي عنا الصغيرة وبتنمي الثقافة الرياضية، وإن شاء الله بنشوف رياضة عنا بالمناطق المحررة تضاهي المناطق يعني المستوى النظام وأكثر إن شاء الله.